في حاجة من الحاجات القلابات اللي هي بتبقى حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تتقدم مع خبز. الفكرة فيها ان انا بجيب قلاية وزي فكرة القلايات، يعني مثلا ممكن اقلي فول، ممكن اعمل فاصوليا، فاصوليا بيضة، فاصوليا خضرة، فاصوليا حمراء تكون مستوية. فالفكرة ان انا بعمل حاجة من الحاجات السريعة ديت، بجيب بصل وطماطم، وعندي هنا هوت شويه، نجيب شويه زيت، اتاكد ان هنا مولع النار على الهادي، وبعدين بقطع شويه بصل على اساس احمرهم، دول هيتفرموا او هيتحمروا يبقى بصل مفروم، بفرمه ناعم شويه، ومع ديت بحط شويه صغيرين هنا من الطماطم، نفس الشيء نقطعها حتت صغيره، واحمر كل دول مع بعض، وشويه زيت، واحط معاهم البصل والطماطم. دي هتبقى زي ما قلنا زي فكره القلايه، نحط البصل والطماطم، احط معاهم شويه ثوم وفلفل حامي، واحد فص ثوم هنا اهو، وشويه فلفل اخضر حامي، نفرمهم سوا، ودول بحطهم هنا على اساس اعمل اللي هي بعد كده بضيف فاصوليا، يعني ديت ممكن بحط شويه زيت تانيين واحمر، بس اسيبها تدبل شويه. فديت قلابة على اساس بنقلبها، او قلاية على اساس انها في القلاية، حسب انتوا حابين تستخدموها ايه، او قلابة في القلاية. بجيب هنا شوية حمص بهرسه، ممكن نستعمل حمر كمان، ديت هي الفاصوليا اللي هي الحمراء بهرسها شوية. ده لو عندي فول ممكن استعمله بنفس الفكرة، ناخد الفول هنا اهو ده الحمص، و نهرس جزء منه، لو عايزين كله مهروس انا بفضل يبقى جزء منه مهروس وجزء صحيح. نحط دول هنا اهو، وبعد كده بضيفها. ديت بتبقى لو عايزه شويه سائل ممكن اضيف لها سائل، لو هنا اهو بحط لها شويه صغيرين من الطماطم. طبعا انتوا ممكن تسيبوها على النار لمده طويله او بتقدموها سخنه في الاخر، لكن اهم بهارات بحطها بتبقى الكمون، كمون مع ملح، ودي بتبقى جاهزة انه بس اسيب كل دول يتبلوا، لان الطماطم طازة، دي بتبقى الطماطم طازة. نحطها هنا اهو، نقلب كل ده، نعلي النار شوية، واكيد اللي بتعملوه انتوا ممكن تحمروا البصل اكتر من كده، او تعملوا البصل مع الطماطم، تعملوا كمية كبيرة، وخدوا من البصل مع الطماطم شوية للفول، جربوا شوية مع الفاصوليا البيضة، شوية مع هي الفاصوليا الحمراء، يبقى في الحالة ديت عندكم أكتر من نوع من قلابة.